الفريق الوداد الحمد لله المستوى ديالو الحمد لله رجع للسكه الحقيقيه اللي معهود عليه. ان شاء الله نتمنى اننا نفرحوا الجميع مكونات فريق الوداد باش نخليو الفريق في لي طانورمال ديالو هو انه يكون في المقدمه ويلعب على الالقاب. والحمد لله التاهل ديالنا لدور المجموعات غيخلينا اننا تكون عندنا واحد المسؤوليه كبيره باش نحافظوا على اللقب ديال عصبه الابطال الافريقيه ان شاء الله. المغرب الحمد لله بلد اللي الحمد لله متوفر فيه جميع الظروف باش تنجح فيه التظاهره هذه. نتمنى ان شاء الله المجهودات ديال الناس اللي قدموا الترشيحات ان شاء الله ويعني وجميع المكونات اللي تلعب على الدور اننا ننجحوا هاد التظاهر هذه ان شاء الله تكون عندنا في المغرب. هو اننا ان شاء الله نزيدوا نشجعوا ونحافظوا على يعني السمعه ديال الكره المغربيه ان شاء الله لا في البطولات ولا في التشجيع من ناحيه الجماهير. ونتمنى ان شاء الله يكون خير ان شاء الله من هنا ل 26 ان شاء الله.